سلام البنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير، ومرحبا بكم في فيديو جديده. الفيديو ديال هنا غادي نتقاسم معكم واحد الطريقه في تحضير البطاطس المقليه او البوتيتوس اللي كناكلو في المحلات او المطاعم الكبرى المعروفه. غادي نقول لكم واحد الطريقه سهله وبسيطه. غادي نشارك معكم كذلك الطبق ديالي اللي غادي نحضرو مع جناح ديال الدجاج، جنيوحات ديال الدجاج. يعني بزاف ديال السيدات ما كيديروش بهذه الطريقه هذه وكيهملوهم وكيديرهم فقط يمكن في الطاجين، ولكن غادي نقول لكم الطريقه هذه اللي غادي تحمقوا عليها وغيحمقوا عليها وليداتكم قبل منكم انتوما. طريقه سهله ومبسطه، غادي تخليكم معايا الفيديو. هذا الفيديو هذا كان تحت طلب بعض السيدات اللي كانوا كيطلبوني ندير لهم الوصفات اللي سريعه وخفيفه، وكذلك اللي كتجي هكذا فصل الصيف. غادي تشوفوا معايا الطبق هذا اللي غادي يكون ساهل ماهل. خليكم معايا باش تعرفوا على الطريقه. الا كنت اول مره كتشوفوا القناه بعليكم غير شاركوا باش يوصلكم دائما الجديد ديال عزه يونيفير. غادي نحضر معكم البنات واحد الوصفه ديال الجنيوحات ديال الدجاج. ها انتم هاد الجنيوحات هادو، بزاف البنات يعني ما كيطيب، ربما كيطيبوه مع الطاجين ولا شي حاجه. انا غادي ندير لكم الطريقه بحال اللي كيجيو هكذا مشويين في المحلات ولا في المطاعم، كيجيو زوينين بزاف وكيجيو لذاذ البنات. هاد الجنيوحات هادو كيجيو لذاذ. كنت قاسمت معكم الطريقه كيفاش كنحضر الفخيضات الصغيورين ديال الدجاج، ودابا يعني نقول لكم واحد الطريقه كيفاش انا كنستعمل هادو. انا صراحه ما كيعجبونيش طايبين مع الطاجين لان ما فيهم ما يتنكل، ولكن هكذا ملي كيتصوبوا بهذه الطريقه هذه وكيداروا في الفران كيجيو بحال المشويين، وكيجي واحد النسمه ديالهم زوينه وكيبغيهم الكبار وكذلك حتى الصغار. المهم المقادير اللي غادي نحتاج، غادي نحتاج المهم واحد الكميه ديال جنيوحات ديال الدجاج. بعد ما كتغسلوهم بطبيعة الحال بالحامض والخل والملح، غادي نخليهم جانبا. غادي نحتاج في التوابل، غادي نحتاج الملح، غادي نحتاج الملح، غادي نحتاج الفلفل الاسود اولا الابزار، غادي نحتاج القليل من الفلفل الاحمر الحلو، هذا اختياري هذا غير باش كيعطيكم اللون. غادي نحتاج الثوم المجفف، الاعشاب المناسبه تقدروا ديرها تقدروا تستغنوا عليها. غادي نستغنى عليها انا في هذه الوصفه هذه، لان غادي نعوضها بالكوري. الكوري حتى هو تيعطي واحد النسمه زوينه البنات، والمهم راه هذا كيكون الكوري اللي فيه الملح. غادي تديروا تردوا بالكم باش ما ديروش الملح زائد، لان الا درتوا الملح بزاف وزدتوا هذا حتى هو مالح غادي يضيع لكم الاكل ديالكم. هذا الكوري راه مع الملح، هذا كيعطي واحد النسمه زوينه لهاد الجنيوحات ديال الدجاج. وبالاضافه غادي ندير صلصه ديال الباربيكيو. صلصه ديال الباربيكيو راها متوفره في جميع المحلات التجاريه، كتعطي واحد النسمه زوينه واحد اللون كذلك لهاد الجنيوحات، ولا كذلك يمكن لكم ديروا حتى الفخيضات، ولكن مع الاجنحه ديال الدجاج كتجي رائعه. المهم هادو هما التوابل اللي غادي نحتاج في هاد الوصفه هذه. غادي ناخذ الافخاذ بالي غير مع الافخاذ، لان هضرتكم على الافخاذ ديال الدجاج بالطريقه كيفاش كنصوبها. المهم غادي ناخذ هاد الجنيوحات، غادي ندير التوابل ديالي بالطريقه العاديه. غندير الملح ما نكثرش لان عندي الكوري مالح. غادي ندير القليل من الثوم المجفف، الا عندكم الثوم العادي اللي طري تقدروا ديروا واحد جوج دريسات وتحكوهم وصافي. غادي نضيف قليل من الابزار، بزاف ما تكثروش منه. انا كندير عيني ميزاني، كندير هكا حوالي راس ملعقه باش ما يجيش حار، خاصه الا كانوا الوليدات غادي ياكلوا منه ما كيبغيوش داك النسمه ديال الحرور. وغادي ندير القليل من الفلفل الاحمر الحلو، غادي نضيف الكوري، غادي نضيف القليل فقط. كيعطي واحد النسمه زوينه. وغادي نضيف صلصه الباربيكيو، غادي ناخذ واحد الملعقه وغادي نخلط هاد العناصر كلها مع بعضياتها. غادي نخلط جيدا،
كل ما وجدتوا البنات هاد الخليط هذا وخليتوا هاد الجنيوحات مرقدين واحد ساعه ساعتين عاد طيبوهم، كل ما كان افضل، وغادي يجيكم هكذا من السمين، وغادي تجي داك التوابل داخله بواحد الطريقه زوينه في هاد الاجنحه. كيف ما يمكن لكم يعني ديروهم داك الساعات اللي تبلوهم وتدخلوهم الفرن، ولكن كل ما كانوا محضرين مسبقا كل ما داك التوابل وداك النسمه ديال العطريه كتدخلنا في هاد الجنيوحات. صافي بقى يد باغي نصفهم في الصحن ديال اللي غندخلو الفران. صافي غادي ناخد الصحن اللي غادي ندخلو الفران هذا الشكل هذا، كان في الاحسن كنفرش له واحد الورق، وصافي غادي نحط هذا الخيط في الخيطات. غادي نحضر غادي يعني نصفهم هكا بواحد الطريقه غير باش هكا يجيو باش يطيبوا لي دغيا دغيا في الفران. هاد الاجنحه هادو بحال هذا الشكل هذا، داك المتبقى من هاد صافي نحطها عليهم. ولا بغيتوا البنات غتقدروا تاخذوا واحد البصيله، داك البصيلات الصغيورين اللي بحال هاد الشكل هذا، غادي تقشروهم غير هاد اللي كيكونوا صغيرين، وغادي تحطوهم ما بين هاد يعني هاد جنيوحات، وغادي تدخلوهم الفران. غادي يجيو هاد البصيلات بحال اللي مشويين. دابا بقى لي غير ندخلهم الفران على حراره درجة حرارة 200 درجة، وغادي نخليهم من الأحسن غادي نغطيهم أولا بواحد الورق، منين نحس دخلهم طياب غادي نحيد لهم هاد الورق هذا ونخليهم يتحمروا واحد شوية. غادي ناخد البنات الكمية ديال البطاطا اللي عندي، المهم على حسب الكمية اللي بغيتو، غادي نغسلها مزيان وغادي نخليها بالقشرة ديالها، غادي نخليها بالقشرة ديالها، وغادي نحاول نقطعها بواحد الشكل اللي كتبقى هكذا على شكل طولي. غادي نقسمها أولا هكذا في النصف بحال هكذا، ومن بعد غادي نقسمها هكذا على الربع، يعني كتعطيني هكذا بحال هكذا يا الربع. دونك غادي نكمل هاد الكميه هادي ديال البطاطا اللي عندي هاد الطريقه. البنات كتجي زوينه بزاف. هانتوما كنقبط هذاك النصف وكنقسمو على زوج كيعطيني الاربع بحال هكذا الشكل هذا، يعني بحال البوتيتوس اللي كناكلو في المحلات ديال لي ساندويتش والمحلات يعني اللي كناكلو فيها على برا. دونك غادي نكمل هاد الكميه هادي اللي عندي، راني دايره الماء كيغلي مع القليل ديال الملح، وغادي نديرها تسلق. من الاحسن تاخذوا البطيطات اللي يكونوا هكا شويه الحجم ديالهم متوسط، الا كان عندكم مثلا هكذا يكون الحجم ديالها شويه كبير ولا طويل، ما غاديش نقسموا هادي فقط غير على النصف، هاد النصف هذا غادي نحاولوا نقسموه على ثلاثة بحال هكذا، نقسموه على ثلاثة باش يعطينا هكذا ثلاثة ديال الاربع بحال هكذا. الماء هو كيف قلت لكم خليته كيغلي، غادي نضيف له قليل من الملح باش هكذا نسلقوا هاد البطاطس هادي وتجينا من السماء ما تجيناش يعني مسوسه، وصافي وغادي نديرها كتسلق. صافي ونخليها، غادي نحاول ندير لها نص سلقه، ما غاديش نخليها تسلق حتى طيب بزاف بزاف، غادي غير فقط يبقى يدخل لها طياب. صافي وغادي نحيدها باش نصفيها البطاطا بعد ما تسلقات. انا صفيتها صافي وكتخليوها تبرد واحد شويه، وغادي ندير لها دابا التوابل اللي غادي تمشي معاها. التوابل اللي غادي نستعمل اول حاجه الملح، غادي ندير لها الملح العادي، غادي ندير واحد رشه ملح بحال هكذا، غادي نضيف الاعشاب المنسمه. انا دائما كنفضل هاد الاعشاب المنسمه ديال كرويتا دي بروفانس، وعادي الا عندكم غوص مارين اولا اكليل الجبل هذا كيتواتى بواحد الشكل خطير مع هاد النوع ديال البطاطا، الا عندكم ضيفوه، انا ما بقاليش. غادي نضيف هاد كرويتا دي بروفانس حتى هو راه فيه دوك التوابل ديال ولا الاعشاب ديال اكليل الجبل اولا غوص مارا ولا غوص مارين. غادي ندير واحد القليل على حسب النسمه ديالكم، غادي نضيف قليل من بودرة ديال الثوم اولا الثوم المجفف، وغادي نضيف قليل من الفلفل الاحمر الحلو، حتى هو كيعطي واحد اللون. غادي ندير فقط اليدين ديالي هكذا، غادي نضيف قليل من زيت المائدة او زيت الزيتون واحد القطرات هكذا فقط.
على هذا الشكل هكا واحد الخويط ديال الزيت. غادي نخلط هاد البطاطس بهذا الشكل هذا، عفوا بحال هكذا، وغادي نديرها في الصحن ديال الفرن. غادي نوضعها في الصحن اللي غادي يدخل الفرن على هذا الشكل هكا، ونحاول نوزعها باش ما تجينيش يعني وحده فوق وحده، باش كلها غادي تحمر وكلها غادي تطيب. صافي هاد البطاطا هادي من بعد ما شرملتها ودرت التوابل ديالها غادي ندخلها الفران باش طيب. غادي ندير لها درجه حراره 200 درجه وغادي نخليها، فاش غادي نشوفها بقات كتحمر غادي نخرجها، يعني انا كندير الوقت عيني ميزاني. البطاطس ديالنا البنات كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي مقرمشه من برا ومن الداخل كتجي رطبه. غادي يحمقوا عليها وليداتكم صدقوني، غادي يجربوا هذه الطريقه هذه معكم وما عمرهم ما غادي يستغناو عليها. كيف نتوما كذلك غادي تولي معتمده عندكم، لانها بصراحه كتجي لذيذه، وانتوما كديروا التوابل اللي كتفضلوا نتوما على حسب الاختيارات ديالكم. اي توابل درتوها غادي تجي معها زوينه. كذلك جنيوحات ديال الدجاج كيجيو زوينين بزاف، كيجيو لذاد ومقرمشين بداك لاصوص اللي درنا لهم وداك التوابل اللي درناهم. تقدموا هاد الطبق هذا مع سلطة، مع الأرز، مع أي حاجة بغيتوها تقدموها. أنا حيت درت البطاطا ما درتش الأرز، المهم نتوما كيبقى لكم كامل الإختيار. وكذلك تحكموا في الكمية اللي غادي ديروا، تقدروا ديروا كمية كبيرة، وهكذا بين يجي عندكم ضيوف إلا كنتوا درتوا مثلا باربيكيو في الكارتن ولا في الحديقة. غادي هاد الطريقة هادي غادي ديال أجنحة الدجاج غادي تليق بكم إن شاء الله. غادي تقدموها كذلك مع عصير فريش، أنا حضرت أنا عصير ديال الحامض. كنتمنى البنات الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. كنتمنى نلقاكم في الفيديو القادم وتكون فكره جديده وموضوع جديد ان شاء الله. كذلك خليوا لي التعليق ديالكم اللي كيفرحوني دائما وكيخليوني دائما نعطيكم المزيد والافضل. تبقاو بخير.